كيف نعرف الساحر؟ ومن روخ知道邪术？نعرف الساحر بأمور كثيرة منها. 我们可以从很多方面了解是邪。لا يأتي بشروط الرقية التي ذكرناها. 我们前面讲过关于以祈祷词治病的三个条件。مثال هو يتكلم بكلام غير مفهوم هكذا مثلا. 凡是不符合这些条件的都有这个是邪术的嫌疑。أو ينادي بأشياء غير معروفة أسماء غير معروفة هي أسماء الشياطين خربوش مثلا يقول مثلا 他们说一些人们不明白的咒语或者说一些恶魔的名字我们 不知道的一些 事情 الساحر يجعلك تتعلق به ولا تتعلق بالله 那些邪术师他们施邪术是和恶魔之间做一种 يقول لك مثلا 如同إذا جاء إليه المريض يقول اسمع الدواء عندي أنا وأنا غير مسؤول عنك بعد ثلاث ساعات مثلا 比如一人来到病人那里我能够给你治病三个小时之内我就把你的病治好 من علامات الساحر العقد مع النفس 他们用一些邪术的方式用土的方式 النظر في النجوم ينظر في النجوم ويقول لها علاقة بما يكون عليه الناس看星宿用星他们声称星宿给治病 يكتب حروف هكذا ألف كاف لام ها هكذا حروف مقطعة وأرقام كذلك مثل الشبكة هكذا أرقام 他们写一些写一些单独的字母俗称一些咒语吧يأمر المريض بأشياء تخالف الشرع يقول لا تصلي لا تسمي عند الطعام مثلا لا تغتسل من الجنابة 告诉你不要想治病不要礼拜要想治病不要洗大净等等一些 يسأل عن اسم الأم 让你听从一些非教法的东西 أحيانا يطلب مال من المريض 有时他们还要寻求钱财 وأحيانا يطلب من المريض أشياء لا يقدر عليها يقول أنا أأتي بهذه الأشياء لكن أخذ عليها نقود كبيرة 有些时候他让病人做一些匪夷所思的事情 هو يتكلم بكلام جميل 他们表面上说的话非常漂亮لكن هو في الحقيقة يبطن الباطن 实质上他们是想宣传虚妄 يظهر الحق 他们表面上一种情况心里又是على أي اعتبار لابد الحذر يدعي علم الغيب 他们有时声称自己知道幽玄的事情 يدعي معرفة ما في الضمير يقول أنت تحب فلانة 或者他们说他们知道你自己内心知道你心里所想的事情 يدعي معرفة أشياء المفقودة مثل السيارة سرقت يدعي هو أنه يعرف مكان هذه السيارة 比如您如果丢了什么东西丢了一辆汽车啊什么的他说那个东西在哪里他知道نعم 他说声称